ملك، ملك، سليم، انت ايه اللي جابك؟ عايز اتكلم معاك عن ندى واحمد. الشكل ده متهيألي عرض الأوض مناسب جدا، مناسب جدا. لو محتاج أي تغيير إحنا لسه فيها، ممكن نعدل. يعني لو المساحة الخضراء قليلة ممكن نزودها، ممكن. لا 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 لا، المساحة الخضراء كده ممتازة. أنا بس عايز أزود مساحة الصالة الرياضية شوية. وبعدين كنت قلت لك يا باشمهندس إن أنا عايز أوضة صغيرة كده لعرض الأفلام، يعني يكون مساحتها تستوعب البروجيكتور. عارف يا باشمهندس، أنا نفسي أهل المريض اللي جايبينه عندي في المستشفى ما يحسوش ان هم سايبينه في مستشفى مجانين، لا في اوتيل 5 ستارز. لا، من ناحيه دي اطمن، مفيش مصحه نفسيه في مصر تقدر تنافسنا في المساحه ولا في الرفاهيه. اطمن، انت خارج المنافسه. على خيره الله. وهتسلمني امتى؟ يعني 6 شهور من دلوقتي. 6 شهور يا باشمهندس، مش سنه. عيب، انا مواعيدي بتتكلم في السوق. اتفضل اشرب قهوه. يا دكتور،
ملك ايه؟ في تحسن نسبي. نسبي ازاي يعني؟ بدأت تفتكر حاجة؟ لا لا لا، تحسن في المطلق يعني، لكن مش فاكرة حاجة طبعا. هو أنت عايزها تفضل مش فاكرة كده لحد إمتى؟ خليها شوية، هقول لك في الوقت المناسب. بس أنا خايف إن أنا ما أقدرش أستمر على الحال ده كتير. بصراحة الدواء اللي بتاخده ده مفعوله قوي قوي ومؤثر جدا، وبيغير لها المود بتاعها والحالة بتاعتها، وده بيصير شوية تساؤلات. وفي نفس الوقت ما أقدرش أقول إن هي بتاخد دواء تجريبي، لأن أنا المفروض أوقفه فورا أول ما ألاقي مضاعفات مش لطيفة. قول لي يا دكتور، أنتوا عندكم في المستشفى كم حالة بتتغير من يوم للتاني وتصبروا عليها؟ كتير. خلاص اعتبر ملك منه. مفهوم طبعا، مفهوم. زي ما قلت لك أكتر من مرة قبل كده، أنا بحاول أحمي ملك من ذكريات مؤلمة هي مش قدها دلوقتي، لحد ما تبقى مؤهلة لده. وأنا مقدر إحساسك واهتمامك وحرصك على مدام ملك. تمام، أهو يمكن تكمل علاجها عندك في المركز الجديد. ليا الشرف، بس في الحالة دي لازم هتيجي تزورنا. أكيد. ادخلي يا بنتي، تعالي. رجاء، يا رجاء. روح تعالي يا حبيبتي، كده يا حبيبتي، كده تعملي في امك كده، كده يا روى. اخيرا افتكرتي ان ليكي بنت. بكره تعرفي ان اللي انا بعمله ده عشان مصلحتك، تعرفي ان اللي انا بعمله ده هو الصح. خلاص ملوش لزوم الكلام ده دلوقتي، روح يا حبيبتي على اوضتك استريحي، زمانها وحشتك. تعالي يا رجاء، عايزك. بص بقى، حسام واهله جايين يخطبوا البنت النهارده. نعم. نعم الله عليكي. عايزك تقومي تعملي لنا حاجه حلوه، ولا انزل اشتري لكم من تحت قبل ما اغير هدومي؟ انا هعمل حاجه حلوه للولد اللي كان خاطف بنتي. لا، الكلام ده خلص خلاص، انا اتفقت معاهم وخلص الكلام. يعني ايه؟ انا ماليش راي في جواز بنتي؟ لا مالكيش. اقول لك على حاجه، انا كمان ماليش راي. ايه الكلام اللي انت بتقوله ده؟ اللي انت سمعتيه. رجاء، احنا راينا قلناه خلاص، دلوقتي احنا لازم نوافق على رايها هي، مصلحتها وبس. يعني انت موافق على الكلام ده؟ ايوه موافق، دي سعاده بنتي، موافقش ليه؟ هو انا عايزه اتعيسها؟ خلاص ملوش لزوم الكلام ده دلوقتي، احنا اتفقنا وخلاص. واتفقتوا على ايه؟ هيتخطبوا بدبلتين وبعد ما يتخرجوا يتجوزوا، وبعدين يبقى يشوف شقه ايجار جديد. شقه ايه؟ ايجار جديد؟ انت عايز ترمي بنتك في شقه ايجار جديد؟ ارميها؟ اعتبريها مرميه. طب والشبكه؟ مفيش شبكه، عايزه بقى تتباهي بالشبكه قدام اهلك وعيله العيله، اديها الشبكه بتاعتك، او بدليها بحاجه على الموضه يا ستي، تبقى عملتي حاجه. انت جرى لعقلك حاجه؟ رجاء، انا بحذرك، هسيب لك البيت واطفش انا والبنت. بص انت كده بتبيع بنتك بالرخيص، بكره تندم لما يرميها لك في الشارع وتقول يا ريته تعب فيها. انا بعمل كده عشان مصلحتها. مصلحتها انها تاخد الراجل اللي بيحبها، اللي هيحافظ عليها، مش اللي هيجيب لها ذهب وشبكه. خلاص العيال دول لو دراعك. انت اللي دراعك اتلوى عشان طماعه بتفكري في الماده، ما يهمكيش العريس، ما يفرقش معاكي، يفرق معاكي دفع كام وجاب ايه، ما هو مزاد. انت حر، اعمل اللي تعمله، ان شاء الله ياخدها من غير دبله، يقطع خلفه البنات واللي عايزينها. شكمتها لك خالص. يلا بقى يا عروسه، جهزي نفسك قبل ما ترجع تزن تاني. حبيبي يا بابا، ربنا يخليك ليا يا رب. ربنا ما يحرمنيش منك يا حبيبي. يلا بقى جهزي نفسك. انا مبسوطه قوي ان خطتهم نجحت واتخطب. لا ما تفرحش بنفسك قوي كده، ده مش معناه انك ما كنتش غلطان.
اتفضلوا يا دكاترة. ميرسي يا حبيبتي. يا ريتني كنت عملت زي كنا صغيرة. طب ما احنا لسه فيها وما انت لسه صغيرة. شوفي لك أي مز بقى اهربي معاه وخلصي بقى. أنا مبسوطة قوي إن أنتوا عملتوا كده. كنت دلوقتي بقول إن أنتوا جدعان. كنت بصلي لكم إن أنتوا ما ترجعوش هنا تاني. حبيبتي. بس يا ريت كل اللي يرجع يبقى زيكم كده. يا بختك. حسام طيب وجدع وراجل كده. أنا قصدي يا بختك إن أنت قدرتي تحبي. قدرتي تحبي راجل يعني. أفرجك يا حبيبتي. الله يسهل له يا عم. ألف مبروك. الله يبارك فيك. ربنا لو كان خلقني راجل كنت ارتحت. الحمد لله ان ما حصلكيش زي ما حصل لي. كان زمانك لا طايقه تبقي راجل ولا عارفه تبقي ست. اول مره احس ان انا احسن من غيري. بس على الاقل الناس لما بتعرف اللي حصل لك بيحسوا بيكي كتير، بيتعاطفوا معاكي. لكن انا بقى عامل زي الكلب الجربان، الناس بتخاف تقرب. طب ما تبطلي تتكلمي زي الرجالة. بطل الحاجة الوحيدة اللي بتخليني مستريح. ياه للدرجة دي محدش طايق حد. أنا قصدي بس يعني يمكن لو عملت كده يقدروا إن هم يسمعوكي. اللي عايز يسمع بيسمع. 99% من الناس عندها حكم عليكي من قبل ما تسمعك. تسمعك بقى ولا ما تسمعكيش، تتكلمي ولا ما تتكلميش، أنت معرفتك بالنسبة لهم تهمة. اوعي تفتكري ان الناس علشان ممكن تتعاطف معايا لما احكي ان انا ممكن احكي بسهوله. لا، تفتكري لما بحكي للناس ما بشوفش في عيونهم نظره ان انا اكيد عملت حاجه غلط. انت لو كسرتي رجلك الناس هتطلعك غلطانه. وليه كده؟ عشان هو كده، هي الناس كده. اسهل عليهم ان هم يطلعوا غلطانه من انهم يتعاطفوا معاكي، عشان لو تعاطفوا معاكي هيحاولوا ان هم يساعدوكي، ولما يعرفوش يساعدوكي هيحسوا بالعجز، ولو حسوا بالعجز مش هيعرفوا يعيشوا، فالاسهل عليهم ان هم يلوموكي. انت عارفه ان كل معارفنا كانوا بيلوموا اهلي ان هم اكيد عملوا حاجه غلط عشان كده يطلع لهم كائن مشوه كده زي. ما هو اكيد ربنا مش هيديهم حاجه زي كده من فراغ. أهم نقطة في علاجك من الاكتئاب يا هنا إنك تتخيلي أسوأ السيناريوهات الممكنة، وإنك كمان تقدري تتعاملي معاها. وارد إنك تقدري تعملي العملية، ووارد كمان إنك ما تقدريش تعملي العملية. سألتي نفسك ساعتها هتعملي إيه؟ سألت طبعاً. تمام، كانت إيه الإجابة؟ ما لو كنت لقيت إجابة ما كنتش جيت هنا. أنا في فترة قلت مش مهم العملية، هتعاملي إني راجل، هبقى نفسي، هلبس اللبس اللي استريح فيه، هتعامل بالطريقة اللي تتفق مع عقلي مش مع جسمي. بس ده ما ريحنيش. فكرت أخد هرمونات بس قلت لنفسي وبعدين هخوف الناس مني أكتر وهفضل اتنين في بعض. بس في حاجة مهمة لازم تعرفيها، إنك حتى لو عملتي العملية هنا في مصر برضو هتفضلي الاتنين في بعض، لأنك هتفضلي مكتوبة في البطاقة أنثى. أنت عارفة كده ولا لأ؟ أيوة، عشان الطب الشرعي عندنا بيحدد الجنس من الكروموسومات مش من الهيئة التشريحية للجسم. عارفة كل ده وحافظاه. عارفة؟ آه، بس في حاجة أهم من إنك تبقي حافظاه، إنك كمان تبقي عارفة تبعاته كويس. يعني مثلا مش هتقدري تتجوزي لو قررتي ان انت ترتبطي بواحده وتحبيها كراجل. في استحاله ان الارتباط ده يبقى معترف بيه او رسمي حتى. ايوه، بس كل ده اهون عليا من اني افضل كده مقسوم من جوايا بالشكل ده. تعرف انا ايه اللي خانقني ووصلني لتفكير في الموت؟ مش فاهمه انا ذنبي ايه. انا ما اخترتش حاجه، ما فكرتش في حاجه،
ما اخترتش احب العب بالمسدسات وانا عندي 4 سنين بدل ما العب بالعروسه. ما اخترتش ان احب لعب الكوره مع العيال في الفسحه بدل ما العب الاولى مع البنات. انا ما فكرتش ساعه ما مسكت مكنه الحلاقه بتاعت ابويا وبحاول احلق بيها شرب مش موجود. انا ما اخترتش حاجه. هي لقيت دماغي بتقولي ان انا ولد بتصرف على الاساس ده. بعتبر كل اللي بيعاملوني ان انا بنت اكيد غلطانين وهيجي يوم ويعرفوا غلطتهم. اتفزعت قوي لما كبرت ولقيت جسمي مصمم يكون جسم بنت. كنت مقهور وخجلان وعاوزه اداري التفاصيل اللي بتكبر كل يوم غصب عني. لما اتكلمت في ده مع اهلي اترعبوا. افتكر ان العفاريت لابساني. حاولت اجاريهم وامسي ان انا بنت عشان صعبوا عليا. عشان المحاوله دي كنت بعيش كل يوم حاسس الذل والعجز والقرف. دلوقتي بعد ما عرفت ان في طريق ممكن يصالحني على نفسي ومن حقي امشي فيه، حقي بالدين وبالقانون ان امشي فيه، قلقيني مش عارفه ادخله. ليه؟ ده اللي هيجنني. ليه؟ الو انكل سليم، ازي حضرتك؟ كنت عايز اقابل حضرتك بكره، ينفع؟ عارفه. طيب تمام، شكرا، مع السلامه. ازيك يا ملك؟ بتعملي ايه؟ بيقولوا ان السودوكو بينشط الذاكره. وانت عايزه تنشطي الذاكره ليه؟ دكتور وليد قال لي عشان اخف لازم افتكر، وانا عايزه افتكر عشان اخف واروح لادم. دكتور وليد، واخبار الدواء معاكي ايه؟ يعني ساعات بيبقى كويس، ساعات بحس ان انا ملخبطه وتايهه و... بيجي لي كوابيس. لا، اللخبطة والكوابيس مش من الدواء، ده عشان انت بتضغطي على نفسك وعايزة تفتكري، وواضح انك لسه مش مستعدة لكده، صح؟ مش عارفة. هو حضرتك بطلت تزورنا ليه؟ انا او تيتا سهام مضايقين حضرتك في حاجة؟ لا ابدا يا حبيبي، اصل احنا دايما في الشغل، لما تكون السياحه مضروبه فبنتعب اكتر عشان نلاقي طلبيات للشغل، لكن لما السياحه تبقى ماشيه اهو الشغل بيمشي لوحده وبيبقى عندي وقت. بس شاهد برضه قالت لي ان حضرتك ما زرتهاش هي وطنط رضوى بقالهم كتير قوي. لا رضوى ده موضوع تاني خالص، حصل مشاكل بس كده في الشغل وسبتها تهدى شويه، بس عادي يعني بكره الميه ترجع لمجاريها. طب وماما؟ مالها ماما؟ يعني بقالها كتير قوي في المستشفى، وانا كل مره بروح لها بتتحسن كتير. للاسف اللي يقول الكلام ده دكتور هو اللي يحدد مش احنا. طب ما حضرتك تكلم الدكتور ده تقنعه يخرجها، كفايه عليها قوي كده. اكيد هقابله واحاول اقنعه حبيبي، ما تقلقش. ايوه يا دكتور مجدي. ملك تاخد حبيتين من الدواء بتاعها ابتداء من الليله. حبيتين كاملين يا دكتور حضرتك متاكد؟ ايوه يا فادي، حبيتين. اوكي يا دكتور، تحت امرك. وجيبي لي عنها تقريرين، واحد الصبح وواحد بالليل، مش تقرير واحد. اوكي يا دكتور. اتفضلي. بقول لك ايه؟ نعم. عايز اعرف مواعيد جلساتها مع الدكتور وليد. ودلوقتي. دلوقتي على طول يا دكتور؟ ايوه يا فادي دلوقتي. حاضر يا دكتور، تحت امرك، عن اذنك. اتفضلي. طيب يا جماعه، النهارده الجلسه بتاعتنا هتكون مختلفه شويه، يعني هنفكر كل واحد فينا نفسه يطلع ايه لو كان عنده حريه الاختيار. نبتدي بملك.
طول عمري بحب البحر ونفسي أعيش جواه. يمكن علشان كده كان نفسي أكون سمكة علشان ما بتتكلمش، عارفة إن الكلام ملوش فايدة وما عندهاش ذاكرة، مش فاكرة اللي حصل ولا اللي هيحصل. دماغها صفحة بيضة، عايشة الكام يوم اللي فضل لها وخلاص، ولا بتفرح ولا بتزعل، عايشة. أنا بقى كان نفسي أطلع استاكوزا. اشمعنى الاستاكوزا يا هنا؟ الاستاكوزا عايشة براحتها، محدش يقدر يقول عليها دي دكر ودي انتاية، عايشة بمزاجها ولا حد يقدر يلفق لها تهم. أنا فاكرة يا ملك كنت هقابلك في البحر بس ما كنتش هقرب لك. فؤاد، أنا بقى كان نفسي أكون ممثل. آه والله. شادي، كتير كنت بتخيل نفس السلم، سلم واسع وقصير في نفس الوقت، الناس بتنزل من عليه براحتها وبسرعة ومن غير ما حد يزق في حد، سلم وصل بين السماء والأرض كده. ليلى، ما أعتقدش إن كان ممكن أكون حد أو أي حاجة تانية غير، وخصوصاً إن في كل الأحوال لازماً ولا بد كنت هاجي المستشفى هنا في الآخر. نادية، لما بشوف الرهبات ماشيين في الشارع ساعات اتنين ويا اتنين بحسدهم، بحس إن هما محميين بأسلاك شيكة لف حواليهم داير ما يدور، أو عايشين في بالونة بتحميهم من الإيدين والعيون والحك واللزق. بقول إيه لو كنت أعرف أبقى راهبة، ما كانش في راجل يقدر يقرب مني ولا يلمسني، ولو حد اتجنن وحاول مش هيشوفني، كنت هجري وههرب بإيد على الدير. أنا قادر أفهمك وقادر أفهم كلامك، بس أنت كده يا نادية بتعاقبي نفسك مش بتعاقبي اللي اتحرشوا بيكي، وبتستخبي من دنيتك الحقيقية مش بتعيشيها وتستمتعي بيها. المهم اني ما اشوفهمش ولا هما يشوفوني. انا كمان كنت بفكر ابقى راهبه، بس حبيت نفسي اكتر لما تخيلت ان انا قطر، قطر بيمشي بسرعه جدا طول الوقت، محدش يقدر يقف قصاده، اللي بيقف قصاده بيشيله في سكته، قطر بيمشي بسرعه جدا. انت فعلا قطر يا علاء، هو في حد هنا يقدر يقف قصادها يا جماعه؟ ما تقولوا لها حاجه. مساء الخير يا دكتور. اهلا، ازيك يا عنان؟ تعالي. الحقيقة عنان، أنا في حاجة بخصوصك كنت متوقعاها بقالي فترة. خير يا دكتور؟ أهلك بلغوا إدارة المستشفى إن هما مش هيدفعوا المصاريف من الأسبوع الجاي. مش فاهم. ببساطة كده بيضغطوا عليكي بس بشكل مختلف. هما لما جابوكي هنا كانوا متخيلين إن دي وسيلة ضغط عشان ترجعي لهم وترجعي لجوزك. بالعكس، أنتي تمسكتي بوجودك هنا في المستشفى عشان تبعدي عنهم وعنه. أنا مش مصدقة إنهم وصلوا لكده. يعني هما طول الوقت كانوا بيظلموني، بس مش للدرجة دي. بيتحكموا فيا وبييجوا عليا بس هما كده بيقفلوا في وشي كل الأبواب فعلا. طبعا أنا غلطانة. سمعت كلامهم وما اشتغلتش والنتيجة هي. بيتحكموا فيا. ماسكين بقى حنفية الفلوس يفتحوا يقفلوها على كيفهم. بس أنا عايزة أقول لك على حاجة يا عنان. بعيداً عن موضوع الفلوس ده، انت مكانك مش هنا في المستشفى. أهلك عمالين يزنقوكي في كورنر وانت بتساعديهم إن هم يزنقوكي أكتر. حقيقي أول ما جيتي المستشفى كان عندك اكتئاب، بس الاكتئاب ده ما كانش يستدعي إنك تقعدي معانا هنا في المستشفى. انت استخدمتي ده عشان تهربي منهم. تقدري تقوليلي دلوقتي هم بيزنقوكي بشكل تاني مختلف خالص، هتهربي منهم تروحي فين تاني؟ لازم تواجهي. طب يعني حضرتك يا دكتور مش ممكن تشوفي لي شغلانه هنا ادفع منها المصاريف؟ انا لو شايفه مصلحتك في ده كنت عملت كده من غير ما انت تقولي وبدون مقابل كمان. وجودك في المستشفى هنا يا عنان ضرره عليكي بقى اكتر من نفعه بكتير. انت لازم تفكري انت هتقفي قدامهم وهتواجهيهم ازاي. وبتهيألي بعد الفترة اللي انت قعدتي معانا فيها في المستشفى هنا انت بقيتي جاهزة للمواجهة دي، وما ينفعش تأجليها أكتر من كده.
أنا قررت أسافر أعمل عملية التحويل في تايلاند. فجأة كده؟ ما لو استنيت أعملها هنا هفضل طول عمري متعلق بالمنظر ده. بعت المستشفى في تايلاند معروفه بالعمليات ديت، بعتولي طلباتهم وقدمت على الفيزا في السفارة ومستني يحددولي ميعاد. وهتسافري فعلا؟ ما عنديش حل تاني، مشكلتي حلها مش موجودة هنا أصلا. طب ما كل الناس هنا عندها بلاوي كتير، يعني لو كل واحد عنده مشكلة هاجه وسافر مين هيتبقى في البلد؟ وهو أنا مشكلتي زي مشكلة أي حد؟ تعرف أنا بقالي كام سنة بحاول ألاقي حل لمشكلتي لحد ما خلاص فشلت، خلاص فقدت الأمل. حد فيكم يقدر يتحمل إن هو يعيش بيرقص على السلم ولا محصل إن هو يكون راجل ولا محصل إن هو يكون ست؟ ده خلاص مش قادرة تحمل. صباح الخير. صباح النور يا فندم. ملكة كيلاني عايزين نشوفها. اي فندم هتلاقيها موجودة في الجنينة. شكرا. عفوا. ادم. حبيبي انا هخش الادارة اخلص شوية اجراءات. طب مش تيجي تشوفي ماما الاول؟ ما اخلص اللي ورايا وبعدين هيجي. مدام سهام ازاي حضرتك؟ اهلا وسهلا، ازاي حضرتك؟ على فكره مالك بره في الجنينه؟ انا عارفه بس انا سايباها مع ادم شويه. متشكر. عن اذن حضرتك. اتفضلي. ماما اخبار شادي ايه؟ شادي شادي بيتفرج على الماتش. دوشة 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 دوشة. ماما مالك يا ماما؟ كنت كويسة آخر مرة؟ الأرقام كلها شبه بعض، ناس كتير بتكلمني ولازم أرد عليهم كلهم. تتعبت تاني؟ مدام سهام ازاي حضرتك؟ الحمد لله. قاعده هنا ليه؟ على فكره ملك حست بالذنب بعد اللي حصل المره اللي فاتت، ده تطور هايل في حالتها الصحيه وتطور كمان في علاقتك انت وهي. مدام سهام انت ست قويه جدا، إنك مستحملة كل اللي بيحصل حواليكي. بس في حاجة كمان عايزة أقولها لك، لو في أي وقت حسيتي إن أنت متلخبطة مش عارفة تعملي إيه، مش عايزاكي تحملي نفسك أكتر من طاقتها. عن إذنك. شادي إزاي؟ هي ماما مش عارف بقالها كام يوم ملخبطه كده، بس عادي على فكره، جايز يكونوا غيروا نوع الادويه اللي بيدوها لها، وعاده في الحاله دي بيبقى فيها اعراض جانبيه لفتره، فعادي ما تقلقش. يعني مش تخرج قريب؟ مش عارف. يا ماما ارجوكي خفي عشان خاطري. خلاص كنت قربتي تخرجي، ونرجع بقى بيتنا زي الاول. انت وحشتيني قوي ووحشتي كل حاجه كنا بنعملها، خروجاتنا وزيارتنا، وحتى لما كنت بتزعقيلي عشان اذاكر. انا مش حاسس باي حاجه حلوه بعملها، سواء كانت عند تيتا او عند عمته.
مش عارف اتكلم مع حد. لو ما كانوش خانوا ما كانوش ماتوا. مالك تبقى هنا؟ ومين اللي خان؟ آدم؟ يلا يا آدم، يلا يا آدم. أنا رفضته عشان ترتاحي. مبروك. أول مرة أعرف موضوع السمكة ده على فكرة. هي فكرة إن ما عندهاش ذاكرة دي حاجة حلوة. على الأقل الواحد بينسى الحاجات الوحشة اللي شافها في حياته. بس أنت عندك حاجات كتيرة حلوة لازم تحتفظي بذاكرتك عشانها. آدم مثلا. آدم زعلان عليك خالص على فكرة. مالك بس؟ انت كنت اتحسنتي فعلا. طب حاولي تبقى احسن عشان خاطر ادم. هما يستاهلوا اللي هما فيه لكن انا ما عملتش حاجه. وبعدين انا مش فاهمه هي زعلت ليه. قالت لي ان هي رفضته. قلت لها مبروك. هو بابا وندى ماتوا ازاي؟ حادثة عربية، ما انت عارف. في عربية مين فيهم؟ في عربيتها. كانوا رايحين على فين؟ في ايه يا ادم؟ معرفش بقى، يعني ربنا افتكرهم قبل ما نعرف. بلاش السيرة دي لو سمحت. هو ايه اللي ركب بابا مع ندى في عربيه واحده؟ في ايه يا ادم؟ طب ليه بتسال كل الاسئله دي؟ حبيبي لو بابا هفف عليك اقرا له فاتحه. لو حبت نزوره مفيش مانع نروح نزوره.